ريح كان كفوا للشمائل، يا رسولا بشرت فيه الرسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، من أدعيته صلى الله عليه وسلم في سجود الليل، ونحن نقرأ في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتحدث الشيخ عن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عباداته صلوات ربي وسلامه عليه يتحدث عن صلاة الليل، وفي صلاة الليل الآن يتحدث عن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده بالليل. الآن يا أخوان، هناك ثلاث ميزات في هذا العنوان الذي تسمعون. الميزة الأولى أنه دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء مخ العبادة، مركز العبادة، مركز هذا الدين، محور هذا الدين، قطب الرحى في هذا الدين الدعاء. لذلك قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال العلماء إن الذين يستكبرون عن دعائي. لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لا يسأل الله يغضب عليه. الله أكبر. لماذا يا أخوان الدعاء هو مخ العبادة، وفي رواية الدعاء هو العبادة؟ لماذا الدعاء هو مركز هذا الدين؟ لأنه جرت العادة أن الإنسان الفقير هو الذي يسأل، أما الغني فلا يسأل. فعندما تسأل ربك وتدعو ربك، أنت تعترف له بطريقة عملية أنك فقير إليه، أنك ضعيف بين يديه، أنك محتاج إلى جوده، أنك ذليل بين يدي عزته. هذا واحد. ثم إنه جرت العادة أنه لا يسأل إلا الأغنياء، فالفقير لا يسأل فقيرا مثله، والضعيف لا يسأل ضعيفا مثله، لكن الضعيف يسأل القوي، والفقير يسأل الغني. فأنت عندما تدعو الله عز وجل أنت تعترف لرب العالمين بغناه، وتعترف له بقدرته، وتعترف له بملكه جل جلاله، وتعترف له بعزته. ومحور هذا الدين أن تعرف ربك وأن تعرف نفسك، أن تعرف ربك بالعزة وأن تعرف نفسك بالذلة، أن تعرف ربك بالغنى وأن تعرف نفسك بالفقر، أن تعرف ربك بالاستغناء عن الأغيار وأن تعرف نفسك بالافتقار إلى رب الأرباب. هذا هو محور هذا الدين. لذلك كان الدعاء هو العبادة. الآن نحن نتحدث عن دعاء أفضل مخلوقات الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا العنوان الذي ساقه الشيخ والذي سنتحدث عنه اليوم فيه ميزات ثلاثة. أول ميزة أنه دعاء، وثاني ميزة هو يقول من أدعيته صلى الله عليه وسلم في سجود الليل، ثاني ميزة أنه في الليل، دعاء الليل، سهام الليل لا تخطئ. ينزل ربكم إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يعني تنزل رحماته وتجلياته وعطاؤه، ينزل، فهو دعاء في الليل. ثم هو دعاء في سجود الليل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالآن هو دعاء وهو في الليل وهو في سجود الليل، ويغلف هذه الثلاثة أنه دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما سنقرأه اليوم. قال ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم في سجود الليل، ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته. علماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأخبره الله تعالى بأن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما له صلى الله عليه وسلم يسأل ربه المغفرة في كل ليلة في أقرب الساعات إلى الله عز وجل وفي أقرب ما يكون العبد من ربه ويقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله. قالوا هذه لها معان: المعنى الأول أنه يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف ندعو ربنا، فهذا الدعاء تعليم لنا. والأمر الثاني قالوا: حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني هلأ إذا ابنك كان بعيدا عن درب الله عز وجل وجاء وصلى الفريضة فقط، أنت تقول: ما شاء الله يا بابا، الله يجزيك الخير، والله أنت إنسان من الصالحين، بدي أجيب لك هدية، لأنه صلى الفريضة فقط. لكن لو عندك ابن ثاني، هذا الرجل منطلق في درب الهداية إلى الله عز وجل من زمن بعيد، وقال لك: أنا اليوم صليت الفريضة فقط، ما صليت السنة، أنت تؤنبه، تقول: أيعقل أن رجلا مثلك، أن عبدا لله تعالى مثلك لا يصلي السنن؟ هذه هي عادة الصالحين؟ الأول صلى الفريضة فشكرته، والثاني صلى الفريضة فأنبته. حسنات الأبرار سيئات المقربين، فما تراه أنت حسنة بالنسبة لأهل الله القريبين من حضرة الله ربما رأوه تقصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله. ما هو ذنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يرقيه ربه في درجات الكمال، قال: فكلما رقى درجة من الكمال استغفر ربه على الدرجة التي كانت قبل، واستغفر ربه لأنه مقصر، كان مقصرا مع ربه في الدرجة التي كانت قبل الآن. فهو صلى الله عليه وسلم ما يزال في ترقي، يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله. هذا الذنب بالنسبة لنا هو كمال، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يراه من نفسه صلوات ربي وسلامه عليه تقصيرا. يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته في البيت وجعلت أطلبه، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في السجود وهما منصوبتان وهو يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نصب قدميه وهو ساجد يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، يعني من عذابك، لا أحصي ثناء عليك، يا رب مهما مدحتك لا أحصي مدحا لك، لا أطيق مدحا لك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم وأصحاب السنن. ومن ذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم بزيادة النور. إذن الدعاء الأول دعاء بالمغفرة، والدعاء الثاني تسبيح لحضرة الله عز وجل. الآن كان يسأل ربه أن يزيد له نوره صلى الله عليه وسلم، كما في رواية مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليرى كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، قال: فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، ثم نام حتى نفخ، يعني غطى في النوم، وكنا نعرفه إذا نام بنفخه صلى الله عليه وسلم.
ثم خرج إلى الصلاة فصلى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال: واجعلني نورا. وفي رواية لمسلم أيضا: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذن 19 كلمة، قال سلامة: حدثنيها كريب، أي عن ابن عباس، فحفظت منها 12، ونسيت ما بقي فذكرها. هذه: اللهم اجعل في قلبي نورا، يقول هذه كلمة واحدة، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، هذون 10. قال فذكرها، وقال في آخره: واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. وفي رواية لمسلم أيضا عن ابن عباس: فأذن المؤذن، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، إلى آخر الدعاء. قال الحافظ الزرقاني: ولا خلف، أي ولا اختلاف بين رواية دعائه بذلك في صلاته أو سجوده، وفي حال خروجه إلى الصلاة، فقال ذلك في الصلاة الليلية وفي حال خروجه إلى صلاة الصبح، يعني يقولها في الصلاة ويقولها فيما مشاه إلى الصلاة، يعني أنه صلى الله عليه وسلم فعل جميع ذلك. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حين فرغ من صلاته يقول: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وترد بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، يعني ضيافة الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي. لا، هون يا أخوان في فائدة مهمة. أحيانا أحدنا تعييه الحيل في مسألة من المسائل، يريد أن يسافر، تغلق عليه الأمور، يذهب يمنة ويسرة من الطرف الأول والثاني والثالث، تعييه الحيل. إذا أعيتك الحيل فلا تنسى أن تنزل حاجتك برب العالمين: اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي. ما عاد خلص، ما عاد عندي ولا طريقة. أحيانا عندك مريض، تطلب له الطب والأدوية والأطباء يعجزون، لا تنسى أن تنزل حاجتك بالله عز وجل: اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي. أحيانا نفسك الأمارة بالسوء تعييك، داويتها بالدواء الأول والثاني والثالث وما زالت حرون: اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي، وضعف عملي. وأحيانا بيكون عملك ضعيف، ما عندك قدرة، عندك مريض وطلبت له الأطباء وقالوا هذا بده عملية، والعملية بده 1,000,000 ليرة سوري، وانت ما معك 1,000 ليرة سوري، شو بدك تعمل؟ انزل حاجتك برب العالمين، يعني الله بيحلها بدون دكاترة؟ جواب نعم، جواب نعم. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصور رأيي، وضعف عملي. عندك ابن أعياك في أن يمشي في طريق الله عز وجل، وأنت ضعيف الحيلة وضعيف العمل، ما لك عرفان شو بدك تساوي معه، شو بدك تعمل؟ أنزل حاجتك بباب الله تعالى: اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي،
وضعف عملي. في إلك زوجة ما عم تستطيع تتفاهم معها على الإطلاق، لا بالترغيب ولا بالترهيب ولا بالتحبيب ولا بالتقريب ولا بالتبعيد، لا بالعلم ولا بالأدب ولا بالعاطفة ولا بالعقل ولا بالمال، ما تفهم عليك أبدا، شو بدك تعمل؟ اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي. يا أخوان، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في السجود. فلا يبخلن أحدكم على نفسه بأوراد من الليل. وكثير من الناس الحقيقة خسروا أو بخلوا على أنفسهم بصلاة الليل، وليس بينهم وبين الله حجاب. يتعبون في النهار في البذل، لكنهم يكسلون في الليل في أن يقوموا بين يدي ملك الملوك، فيؤذون أنفسهم ويقصرون في حق أنفسهم. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور. دعوة الثبور دعوة بالويل، أهل النار يوم القيامة يدعون ثبورا. أسألك أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه مسألتي ولم تبلغه نيتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني راغب إليك فيه. صلى الله على سيدنا محمد. كلامه من جوامع الكلم. أفضل من عبد الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير من دعا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قصر، يقول اللهم ما قصر عنه رأيي. مرات أنت في تفكيرك يعني تقول أنا أريد رضا الله، وأنا أريد أن يدخلني الجنة، وأنا أريد أن يعطيني الرتب العاليات في الجنة، وأنا أريد أن تكون عيشتي هنية، وأنا أريد صلاح أولادي، وأنا أريد الصحة والعافية، وأنا أريد سعة الرزق، وأنا أريد الزوجة الصالحة الموافقة، وأنا أريد الدار الواسعة، وأنا أريد المركب المريح. الآن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد بيظن بيقول خلصوا هدول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذه نحن تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم، المفردات مجزأة، قال اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه مسألتي، في شيء أنا الآن ما فكرت به وما بلغته مسألتي، ولم تبلغه نيتي حتى في ضميري ما مر على ضميري، من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني راغب إليك فيه. يا رب كل خير. سيدنا موسى دعا قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا رب كل خير، أنا فقير إليك، بدي منك كل شيء فيه خير. مرات في واحد بيكون مريض بيقول يا رب يا رب بس عافيني وما بدي منك شيء، يا حرام الكتر ماله محروق، بس عافيني يا رب، بس يرجع ابني وما عاد بدي منك شيء. ليش؟ يا رب بس انجح السنة بالبكالوريا ما بدي شيء، دخيلك بس نجحني. ليش هيك عم تقول؟ قل كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه مسألتي ولم تبلغه نيتي، من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني راغب إليك فيه. وأسألك برحمتك يا رب العالمين، اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك. يا رب إذا في ناس من أوليائك اجعلنا مسالمين لهم، حربا لأعدائك، إذا ناس من أعدائك اجعلنا نحاربهم في حرب معهم،
أما إذا واحد كان حرب على الأولياء سلم على الأعداء معناتها هذا عدو لله تعالى. سامحني إذا كانوا من يجالسونك جلساؤك أعداء الله، وإذا كان أبناء الصلاح والرشاد ما بتحبهم. يعني واحد بيقول لك أخي أنا دون جماعة الجوامع ما بحبهم، هو يفكر حاله يعني قاضي غرض، ما بتحب تبع الجامع، مين بتحب أخي تبع السلمة؟ أي بحس تبع السلمة أخي مناح. الله أكبر، هذا نذير وشؤم. إذا واحد قال لك أخي أدون أنا اللي بيصوموا وبيصلوا ما بيعجبوني، مين بيعجبوك لكان؟ في له كم رفيق عياذا بالله يشربون الخمور، قال بيحسنوا كثير ممتازين هدون. الطيور على أشكالها تقع. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا من في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري يعني في جلدي ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في مخي ونورا في عظامي. اللهم أعظم لي نورا وأعطني نورا وأجعل لي نورا. في رواية عند أبي عاصم قال في آخره وهب لي نورا على نور. قال الحافظ الزرقاني سأل النبي صلى الله عليه وسلم النور في أعضائه وجهاته ليزداد في أفعاله وتصرفاته وتقلباته نورا على نور، فهو دعاء بدوام ذلك، فإنه كان حاصلا له صلى الله عليه وسلم لا محالة، أو هو تعليم لأمته. قال وقال الشيخ أكمل الدين أما النور الذي عن يمينه اجعل عن يميني نورا، فهو المؤيد له والمعين على ما يطلبه من النور الذي بين يديه، والنور الذي عن يساره فنور الوقاية، والنور الذي خلفه اجعل من خلفي نورا، قال هو النور الذي يسعى بين يدي من يقتدي به ويتبعه. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أنتم يعني دعا لكم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل بين أيديكم نورا، اجعل من خلفي نورا، من يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يضيء دربه. قال والنور الذي خلفه هو النور الذي يسعى بين يدي من يقتدي به ويتبعه، فهو لهم من بين أيديهم وهو له صلى الله عليه وسلم من خلفه، فيتبعونه على بصيرة كما أن المتبع على بصيرة. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأما النور الذي فوقه صلى الله عليه وسلم فهو تنزل نور إلهي قدسي بعلم غريب لم يتقدمه خبر ولا يعطيه نظر، يعني هذا علم لدني. مرات الله عز وجل يلقي في قلبك نورا لأمر. مرات شخص جاي عم يعرض عليك مشروع تجارة، عم يحكي لك أشياء بجيب لك أوراق ودراسة جدوى، يا أخي شغلي كتير ممتازة، طلع هيك أنت بتقول والله قلبي مو مرتاح لهالشغلة. ليش يا أخي؟ ليك عم بيعملوا لك، عم بيقول لك يعني بدك تربح بالقرش عشرة، مالي مرتاح. بعد حين تقول له بعتذر، بعد حين بيطلع الرجل نصاب، تسمع أنه شارك غيرك وأخذ أمواله. من الذي ألقى في قلبك هذا النور حتى كشفت ما في سرائر هذا الرجل؟ مرات بيت بتكون بدك تشتري، يعني بتدخل مواصفات من حيث الظاهر جيدة، بس تقول يا أخي ما ارتحت أبدا، في ضيق شديد من هذا البيت. من الذي وضع في قلبك هذا الضيق؟ هذا هو النور الذي يضعه الله تعالى في قلبك. قال وأما النور الذي فوقه فهو تنزل نور إلهي قدسي بعلم غريب لم يتقدمه خبر ولا يعطيه نظر.
ورواية الترمذي عن ابن عباس قد فصلت قول ابن عباس في رواية مسلم: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذن 19 كلمة كما تقدم. هذا شيء أيها الإخوة من دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سجوده في الليل. نسأل الله عز وجل أن يعطينا من خير ما سأل منه عبده ونبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله تعالى من شر ما استعاذ منه عبده ونبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أي مدح كان كفوا للشمائل يا رسولا بشرت.